نظم فرع ثقافة الأقصر فعاليات الندوة الفنية للفنان عمرو حسن رسام الكاريكاتير ومصمم الشخصيات الكرتونية، وذلك بمقر قصر ثقافة الأقصر. نتابع تقرير الزميلة إيمان حسن. خلال زيارته لمحافظة الأقصر، ألقى الفنان عمرو حسن فنان الكاريكاتير المعروف ندوة فنية على مسرح قصر ثقافة الأقصر. وضح خلالها رحلته مع فن الكاريكاتير ومراحل تطوره مع الموهبة. جدير بالذكر أن الفنان عمرو حسن له أكثر من 40 شخصية كرتونية من تصميمه من الحيوانات والطيور والكائنات البحرية، وقد حصل على جائزة أفضل رسام كاريكاتير ومصمم شخصيات كرتونية في العالم، حيث أنه الوحيد الذي يرسم لايف بطريقة استثنائية ساحرة. الفن الكاريكاتير يختلف عن الرسوم المتحركة، لأن فن نقدي ثابت على ورق أو على جدران بيعبر عن قضية معينة. في رسامين كاريكاتير مختصين في ذلك، لكن رسوماتهم غير قابلة للحركة. فأنا وجدت برضو أن رسوماتي قابلة للحركة فخليتها كرتون، أن رسوماتي فيها 3D طبيعي، يعني من الله، يعني من خلال الموهبة ليها بعد فقابلة للحركة. فده الكرتون، كرتون حركة، لكن الكاريكاتير ثابت. بس اشتقت الرسوم المتحركة من الكاريكاتير أكيد. يحب الفن ده، ويعني لو ما وصلش فيه قوي مش مهم، يتذوق. المتذوق أهم من المبدع على فكرة، لأنه بيقرر إن ده مبدع، بيلاقي ردود أفعاله. يعني مهم جدا إن يبقى في تفاعل بين الفنان في أي مجال وجمهور. استعمال التكنولوجيا من إنسان لآخر، ده بيستعملها مثلا بيعمل فيديوهات بقى يسعد اصحابه مثلا على التيك توك او الحاجه دي، لكن في واحد بيوظفها صح، بيدخلها في اطار موهبته. فدي ده بيبقى موهوب، يعمقها بشكل اكبر، اللي يسخر الاجهزه والتقنيه الحديثه لموهبته. فن الكاريكاتير من الفنون الراقية جدا والتي لها تأثير مباشر على الوجدان، لأنها تمثل بالنسبة للمتلقي ما يمثل صدمة مربكة فنيا ومثيرة للاهتمام في القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية، والتي دائما تكون في يعني تشغل الجمهور بشكل كبير. وهذه اللمحة الحساسة جدا التي يتضمنها هذا الفن تصل بسرعة جدا إلى وجدان المتلقي وتؤثر فيه، وربما يظل يرددها فيما بعد في حياته الخاصة أو في جلساته مع أصدقائه أو قرنائه. هذه الندوة أو هذه الجلسة التعريفية بهذا الفن والمنشطة أيضا للذاكرة بالنسبة للتعريف بأهمية فن الكاريكاتير تمثل يعني قيمة مضافة للفعل الثقافي في قصر الثقافة وفي الأقصر عموما، لأنها أولا استقطبت عدد كبير من الناس، وأيضا المشاهدون يمثلون قطاعات مختلفة، شباب وأطفال وكبار، وتنوعت حقيقة الموضوعات التي عالجت فيها الرسوم لهذا الفنان. أكيد إحنا حريصين جدا إن إحنا نتعلم الحاجات اللي زي دي، بالذات لأنها تخص التخصص بتاعنا كقسم زخرفة وإعلان وتنسيق وديكور والكلام ده. كمان الطالب لما بيطلع بره المنشأة بيشتغل حلو خالص، يعني لأنه بيطلع بقى بيشتغل بقى بيشوف بقى الحراك والشغل الجماعي والاحتكاك، وبيشوف بعينه فنان زي الفنان عمرو حسين. النهاردة استفدنا منه جدا في الفن الكاريكاتيري، وإزاي تطور وإزاي يشتغل وإيه بداياته ونهاياته، وإزاي الطالب يقدر يوصل بمرحلة الشغل ده لمرحلة الاحترافية. طبعا دي حاجة بتفيد جدا طلابي، خصوصا انهم في التعليم الثانوي الصناعي، كمان لما هخش كلية اكيد هيبقى عنده خبرة ومعلومة. والله اكتر شيء لفت انتباهي ان انا عرفت الى حد ما يعني تاريخ الكاريكاتير نفسه، يعني احنا بنشوف الحاجات دي في التلفزيون وفي الجورنان واحنا ما نعرفش لها اصل. فالنهاردة قابلنا الفنان وكلمنا معه، عرفنا منه شوية تفاصيل واستفدنا منها، خاصة ان احنا القسم بتاعنا بيحتاج شغل كتير من الرسم، يعني سواء على الكمبيوتر او على الورق، فكانت مقابلة كويسة يعني. الحمد لله. طبعا الاختلاف مطلوب، وانك تقابل حد قديم في الموضوع ده بيطور جدا من الشخص اللي قدام. الرسم على الكمبيوتر او مثلا بابليكيشن زي الاوتوكاد بيختصر معك وقت، بيديك تقنيات احدث، ولكن الشغل بالايد بيبقى مفيد للشخص نفسه، ان انت اي ديزاين هيجي لك هتعمله بايدك. وازاي احنا نجمع بين الاثنين؟ انا
كنديانة عن نفسي، أنا معايا دبلومة فاشن ديزاينر وهو تصميم أزياء، فبعمل رسم اسمه 3D. قبل ما أعمل رسم 3D بعمل رسم على ورقة. فبالتالي أنت كمصمم جرافيك أو موشن جرافيك هتعمل نفس الفكرة. من قصر ثقافة الأقصر، إيمان حسن.